السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ولوك جديد وعادات وتقاليد من عمير عيد الاضحى. الصراحه راه ما بغيتش نصور لكم الاضحيه والذبيح وداك الشيء، يعني راه كل بيت ذابح والله يكون في العون اللي مذابحين. الصراحه الله يحن القلوب على الجميع. وبشركم بروك، انا لقيت مرت خويا كتخبز سيار، هي هنا كترطب فيه بالسمن والعسل، دارت السمن بلدي والعسل الحر. مرحبا بكم ديال الليمون، هانتوما شوفوا الزبده بيضاء تبارك الله، انتم بالزعتر وسمحوا لينا الا كنساهيوكم، ما شاء الله اللهم بارك. وعشر مبروك، غادي تتابعوا معنا الفلوق. فطور عند الوالده، جيت لقيتهم كيخبزوا. وعشر مبروك للميمه والجميع، وانتم كتشوفوا لقيتهم كيخبزوا في البطبوط والسير تبارك الله، راه دايرين الخير والبركه، يعني باش غادي يرطبوا بالسمن والعسل وعاد باش ياكلوا به القطبان. وكيجيو الناس كيحطوا هنا ضروري، هنا كيجيو الناس يصبحوا على بعضياتهم، كتبسي تصبحي على العائله. المهم جيت صبحت على الوالده، فطرت معاهم، ذبحنا، حجيت الدواره ديالي وداكشي قسم الله، ومشيت دوزت النهار العيد عند الدار شيخي الله يحفظه والله يشافيه والله يطول لينا في عمره. ودوزت نهار الدار شيخي لا سي، رجعت تعاوننا انا ومرت خويا وصيبنا القديد والكرداش والوالده وداكشي. جاو الناس وجاو العائله كيزيو يصبحوا، تبعوا معنا الشوا عند الدار شيخي، وتابعوا معنا الفلوق ديال المقلوفه، او سميتو الفلوقات ديال المقلوفه وديال العشاء ديال العيد وديال القديد وداكشي. غادي تتابعوا معنا انايا يعني كنديروا في الشوا، حنا مع كاين ديال الماعز كاين ديال الغنم، يعني ما كنبغوش نخلطوهم على حساب السكر على حساب الكوليسترول او البروده، انما البروده والكوليسترول والسكر الصراحه ما كيصلح ليهمش الغنم. ونخليكم مع الفلوق ديال العيد، ومن بعد زيارات العائله الجدات والاعمام والخوال، عواشر مبروكه، وتعيدوا وتعاودوا بس نتمنيتو. اول ظهور الاخ زوجة اخي جيب لها المقلوفه، غادي تتابعونا على الفيديو، تابعوا فلوقات العيد وعواشركم مبروكه، وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام. وسمحوا لنا الا كنساهيكم، سمحوا لي الا تعطلت عليكم، كان عندي مشكل في التليفون داكشي. بس ايوا نتوما دابا بعد كتاب نلوحوا لكم الفيديوهات، ولكن بارطاجي ودعمونا، ما تنساوناش من لايك من التعليق باش دائما نجيب لكم الجديد. هنايا كنشوي بولفاف والريه، باش كيديروا بولفاف بالريه والكبده، بولفاف بالكبده والريه. وسمحوا لينا على شحينكم، ونخليكم مع بقيه الفلوق.
انا عيد عند دار شيخي، جيت لعند الوالده لقيت خوتي امي وعيالات الوالد مجمعين تبارك الله باقيين ما كملوش، درنا معاهم تما البارك. انتم كتشوفوا بولفيف والقطبان اللي دايرين الدراري الصغار ما كيبغيوش الشيء تبارك الله. المصران احسن حاجه في الدواره، وانتم كتشوفوا الخيرات تاع بني عمير تبارك الله، وعواشر مبروكه وكل عام وانتم بخير، وتابعوا معنا اول ظهور اخ زوجه اخي. تحية لعائلة بورشيد. جارة ما شافتش خوها 10 سنين، دابا 10 سنين هو في بلجيكا وهي في فرنسا، أول لقاء ليهم. غادي تابعوا معنا الفيديوهات، راه داروا لنا الضيافة دايرين الفيديو، باقي الصراحة ما مونطيتوش صبغت ديال العيد. غادي تتابعوا معنا أول لقاء ليها مع أختها وخوها، يعني من بعد 10 سنوات، أختها مزوجة في السعودية وخوها في بلجيكا، يعني ما شافوش بعضياتهم. الغربة هي هادي، والله يعينكم عليها، والله يعطيكم الصبر وعلى سلامتكم، على سلامة الجالية ديالنا. ما يشفع في هذا العبد إلا محمدي سيدي وهي سيدي. مرحبا بك، جيب لاختك المقلوفة ولا؟ شكون جيب قال؟ عزيز جيب لينا المقلوفة. مرحبا، ها هي. هاد المقلوفة أنا جايبها عزيز، أشنو زعما؟ تبارك الله على عزيز. عشرة المقلوفات. الله يكبر بك. هاد هي العادات والتقاليد ديال بن عمير، تيجيب الخو ولا البو ولا بنتو. أنتم شوفوا عزيز جيبتو. أنا شديتو جاي داخل قلت ليه تنصبرك. الله يحافظه ويحفظ ليه وليداتو. بارك عواشرك. وهادو جيت تيسلمي على خوك. هذا خوك جاعدك جايب لك المقلوفه اختي زريس. حتى انا راه عطاني خويا المقلوفه. تندير مينا تندير. تبارك الله. تندير مينا تا الخريف. هاهي امال اخويا عزيز، راه 10 سنين ما تشوفوا. صحتكم. الله يجزيك الخير عزيز، زيد مرحبا بك. العالمين بصحة وراحة. تبارك الله عليك. مرحبا بك خويا دخل. السلام عليكم. وهنايا العادات كتمشي تصبحي العائلة، مشينا صبحنا على زداتي وعمامي وتما شواولينا والكوتي وداك الشيء. ومرحبا بكم وتابعوا معنا العواسر، نخليكم مع بقية الفلوق في أمان الله ورعايتي، وشكرا للدعم ديالكم في أمان الله.